سلام سلام، وش حوالكم؟ وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الوغ اليوم جبت لكم فيديو ديدي المشاغبات ديالي ديال لابيمي، راهم يعرفوا روحهم. الهدف من الفيديو ديالهم ماشي ندير بوبليسيتي، الهدف انه نصحوا الاخطاء مع بعض باش ما نعاودوش نديروهم، لانه الاخطاء في بعض الاحيان يضروا الطفل. ما ديروش في بالكم انه اليوم جيت نحفز الرضاعة الصناعية، العكس، دائما وابدا نقول لكم انه الرضاعة الطبيعية هي الرضاعة رقم واحد. الرضاعة الصناعية نخلوها دائما الاطفال اللي اوليائهم ما قدروش الام تاعهم ما قدرتش ترضعهم لظروف صحية ولا ظروف خاصة. الهدف الاساسي ديال الفيديو نصحوا طريقة التحضير وطريقة تنظيف الرضاعة. الأخطاء الشائعة اللي يديروها الأولياء في رأسهم هي وليدي راهو يتقيا، واش درتي له ماذا؟ نقصت له من الأرقام تاع الحليب، خففت له الحليب هكا على الأقل يجيه عادي، ولا العكس تقول لك وليدي راهو يتقيا الحليب جا خفيف، نزيد له في المغارف تاع الحليب باش الحليب يجيه ثقيل. وكاين واحد اخرين يقول لك وليدي جاتو كونستيباسيون، الو كونستيباسيون سي الامساك، الامساك الو واش ندير له؟ نقص له من لي كويير تاع الحليب باش هكا يوالو. خطا خطا خطا. اليوم ان شاء الله نتعلموا مع بعض طريقه تحضير الرضاعه الطبيعيه. اول حاجه يلزم الادوات دائما تكون نظيفه، هي ولو بلاطو تكنيك، سيتادير واش يكون كامل، كسوسوا الطابلة ولا لاسيت. راحين تشوفوا اليوم تقولوا اه رايحين يديروا لنا اون غوسيت، وي رايحين نديروا اون غوسيت، بويسك البيبي تاعنا راهو يرضع رضاعه صناعيه يلزم كل حاجه نستعملوها لهدف. عندنا دوك نقول لكم كل حاجه واش الهدف تاعها. اول حاجه يلزم غسل اليدين قبل ما تحضري الرضاعه تاع الطفل تاعك، باش تتفادي انه الطفل هذا يصاب بامراض، لانه المناعه تاعو راهي فريمون ضعيفه، يعني راهي تتكون بشويه بشويه. غسل اليدين، ومن المستحسن اذا عندك المعقم في الدار ديري المعقم. فوالا هذه اهم حاجه وما تاخذناش وقت. ثاني حاجه الادوات اللي نستعملوها كامل تكون نظيفة، من المستحسن غسلتيها هذاك الوقت راح تستعمليها. عندك لاسيت باش جامي الطبسي هذا جامي تحطي الرضاعة تاع الطفل على الطابلة ومن بعد تروحي تغلقيها وتعطيها له يرضعها، راح تمرضيه مالغي تكوني غسلتي الطابلة. هكذا تستعملي كل حاجة نظيفة. تاني حاجة راحين تقولوا لي الموس لواش ينفع؟ ايه الموس هدايا كي نستعملو الحليب رايحين نستويو به لا كويير دو ميزور، هذيك الملعقه اللي تكون مخصصه لمل بودره الحليب. نكملو ننصحكم، انا ننصح اي ام اللي على بالها بلي راهي تحت الرضاعه الصناعيه تشري ان بويوار يفاسيليتي لا تاش تاعها، باش ماشي تضلي تكثري في الاخر تاع الطفل، يقدر ينقل في اي مرحله يقدر ينقل الجراثيم. بون ديزانفيكتينا. حاجه المهمه يلزم نفهمو بلي كل 30 مليلتر تاع ماء عندنا، كل 30 مليلتر تاع ماء عندنا ملعقه تاع حليب، يعني دوك احنا رايحين نعمرو جامي تعمري الماء هكذا، جامي تعمري الماء هكذا، دائما فوق سطح مستوي قبالة. نعمرو ونشوفو شحال انا حابين، حنا بيسك رانا نستعملو بوغ تيستي ما عناش رايحين نديرو بزاف، اون فا دير 60. بون هنايا ديباسينا 60، رانا قريب 90، قلنا 30 كل ملعقة، يعني كي نديرو 90 فوالا هاي 90، كي نديرو 90 رايحين نستعملو 3 ملاعق. انا هاد باش نفهموا بيا، انا هذا مانيش حنعطيه للطفله، راح جوست باش نوري لكم الطريقه فقط. الهدف من الموس، بون انا عمرنا لا كويير دو ميزور
فوالا ستوينه الملعقه. كاين اللي عندهم في البيض في العلب تاع الحليب تاعهم باش تستوي، اللي ما عندوش يستعمل المس. فوالا هذه رقم واحد. نزيدو، وهي من المستحسن بون انا تقريبا درت خطا، ما نقربوش الملعقه، نديروها غير هكذا من الفوق. فوالا هاي الطريقه الصحيحه. يعني واش درت مع الاول كان خطا، ما نستعملش ما نقربش الملعقه من الفواهه تاع من فم الرضاعه. درنا اثنين، هذا هي تيتا. فوالا فوالا نرجعوا الملعقه تاعنا الداخل، نغلقوا عليها. فوالا دوكا نحكموا الرأس هذا تاع البيبرون. اهم حاجه ما نمش لاتيتين كي نكون راح نخلط وما نمسوش من النار. الطريقه الصحيحه باش يتخلط الحليب سي هكذا هكذا حتى يولي الحليب تاعنا مخلط. كاين بزاف اللي ديرها الاخر وتبدا يلاه ويبدا يتخلط ويطير الحليب، او انه تمسيلو الفواهه تاعو. نو فوالا ها هي تري بيان، الحليب تاعنا راهو جاهز. اهم حاجه جامي هاد الطريقه جامي نحضر الحليب نروح نحطه في فم تاع الطفل، دائما نتيستيه انه نحط قطرات من الحليب على الجسم تاعنا نتيستيه برك هكذا. هادوك القطرات اذا كانوا ما يحرقوش نعطي للطفل ديالي الحليب بطريقه عاديه. فوالا دوك رايحين نهضروا على امور واحده اخرى جد مهمه. اهم حاجه انه الحليب ماشي نحضروه ونخلوه ساعه ولا ساعتين هكذا. اذا كان طفل جائع راكي عطيتيهولو او شربو خلاص غير يشرب يكمل الباقي ترميه ما تخليهش، باسكو هذه ماشي رضاعه طبيعيه. الفرق بين الاحتفاظ بالحليب تاع الرضاعه الطبيعيه وبين الحليب تاع الرضاعه الصناعيه ماشي كامل كيف كيف. الرضاعه الطبيعيه نقدروا نحتفظوا بالحليب بطريقه عاديه، يقدر يشد لكم مده جد طويله يعني عادي. الرضاعه الصناعيه استعملت الحليب عطيتهولو يشربو الطفل نرميه ما يقعدش. اذا الطفل ما كانش جيعان وما حبش يشرب لي هذاك البيبرون يلزم نحتفظوا فيه داخل الثلاجه، وداخل الثلاجه من المستحسن ماشي في الباب تاع الثلاجه، داخل الثلاجه وين تكون 4 درجات مئويه، ومن بعد بيان سور نسخنوا في بان ماغي ونعطوهولو. هذا اذا كنا رايحين نعطوهولو. اذا كنا ما راحش نستعملوه سريعا رمينا الحليب ننظفوا الرضاعه تاعنا. طريقة تنظيف الرضاعة جامي تكترو هادو لي برودوي شيميك في البيبرون تاع الطفل تاعكم، استعملوا الغسول العادي اللي تستعملوه لغسل الاواني وما تكتروش منه، باسكو كاين بزاف اولياء تقول لك الحليب انايا راني نمدو لوليدي يرغون. الاشكال ماشي الحليب اللي تمديه لوليدك يرغون، الاشكال في طريقة غسل الرضاعة ديالك. دائما عندنا بروسة سبيسيال باش نغسلو لو كور هذا الجسم، وعندنا بروسة صغيرة باش نغسلو بها لاتيتين، وغير يتغسل يغلق، ما تخليش حاجة في جهة وحاجة في جهة تقدر تتعمر بالميكروبات، تغلقيه حطيه في مكان آمن. تستعملي الماء الساخن بيان سور، وكما قلنا لو برودوي دو نيتواياج اللي كتستعملي به لغسل الأواني ديالك بالطريقة العادية، ما تكتروش لي برودوي في جال ولادكم. هذا واش نقول لكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ان شاء الله الفيديو هذا يعجبكم مالغري كو ما عندوش هدف يعني بزاف كبير، عندنا برك باش نستفادوا انه
هذيك تاع نخففوا الرضاعه بالطريقه تاع انه نقصوا في عدد الملاعق ولا نزيدوا في عدد الملاعق خطا. كاين اطفال اللي عندهم مشاكل يتقياو، كاين حليب خاص بالقيا، كاين مشاكل عندهم لا دياري كاين حليب خاص بلا دياري، كاين حليب خاص بلا كونستيباسيون. سقسيو الطبيب تاعكم يعطيكم الحليب المناسب للطفل تاعكم. انا هذه هي نصيحتي لكم اليوم. انتظروني ان شاء الله عن قريب العاد، ان شاء الله راح نحاولوا نديروا دي فيديو على الرضاعه الطبيعيه. سبقت في الرضاعه الصناعيه لانه الرضاعه الصناعيه قلت لكم التام تاعها خفيف، الرضاعه الطبيعيه راح تشد لنا وقت، فيها تساؤلات بزاف، فيها بعض المفاهيم الخاطئه اللي لازم نصحوها. وموضوع تاع الرضاعه الطبيعيه نحفزوه نحفزوه نحفزوه، يلزم الاولياء يرضعوا اولادهم رضاعه طبيعيه. يعطيكم الصحه، نتلاقاو ساعات الخير ان شاء الله. السلام عليكم.